بينما تنقسم معظم الولايات الأمريكية إلى أغلبية تميل في تصويتها إما إلى الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، تبقى الولايات المتأرجحة غير مستقرة في تفضيلاتها الانتخابية، ما يجعلها الهدف الرئيسي لحملات المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية، والولايات المتأرجحة هي التي تتقارب فيها أصوات الناخبين بين التصويت لصالح المرشح الجمهوري أو الديمقراطي، وغالبًا ما تكون هذه الولايات محل تركيز كبير من قبل الحملات الانتخابيه لأنها تحتوي على نسب متقاربه من الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين، ما يجعل التصويت النهائي غير محسوم. سباق انتخابات الرئاسه الامريكيه شهد حاله من السخونه بعد قرار الرئيس الامريكي جو بايدن الانسحاب، واعلان نائبته كمال هاريس خوض السباق بدلا عنه. ورغم أن نحو خمسين ولاية تشارك في التصويت إلا أن سبعا منها فقط تحمل مفاتيح البيت الأبيض وتعد الأكثر تأثيرا في تحديد النتيجة النهائية ويعتبرها محللون ساحة التنافس الحقيقية التي تحدد حسم النتائج في الطريق إلى البيت الأبيض. وفي سباق هذا العام تبرز ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولاينا الشمالية وبنسلفانيا ووسكنسون كولايات متأرجحة وهي الأكثر تأثيرًا في تحديد النتيجة النهائية وتحديد ساكن البيت الأبيض الجديد. وبحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز فإن هاريس تتقدم على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ولاية أريزونا بنسبة 50% مقابل 45% وكارولينا الشمالية بنسبة 49% مقابل 47% بينما تتخلف بفارق ضئيل في نيفادا وجورجيا بهامش أربع نقاط لكن الولايات الثلاث الحاسمة التي تسمى بحزام الصدى وهي ولايات شمالي شرق الولايات المتحدة وهي بنسلفانيا، وويسكنسن وميتشيغان لا تزال تشغل حملات المرشحين، حيث تعتبر بنسلفانيا وأصواتها 19 في المجمع الانتخابي أساسية لفرص المرشحين في الفوز. ومنذ عام 2008 كانت هذه الولايات الثلاث بمثابة مؤشرات موثوقة لنتائج الانتخابات، فأصوات المجمع الانتخابي في بنسلفانيا بالإضافة إلى 15 صوت في ميشيغان و10 في ويسكونسن تكفي لتصدر المرشح الرئاسي في السباق لضمان الحصول على 270 صوتا وهي الاصوات اللازمه للوصول الى البيت الابيض وبحسب خبراء فان ولايه بنسلفانيا لديها احتماليه اكبر من ضعف اي ولايه اخرى لتكون هي المحدد للفوز بسباق البيت الابيض لهذا العام نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويت في انتخابات الولايات المتحده ولكن من المرجح ان يحسم عدد صغير نسبيا منهم مساله من سيصبح الرئيس القادم